حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة هو موضوع مهم جدا باليومين اللي مضت، صارت عليه هواية تساؤلات، صارت عليه هواية ضجة وهالة إعلامية كبيرة من قبل الناس اللي قدمت والناس اللي تريد تعرف هذا الموضوع شنو وغيرها من التفاصيل. الموضوع هو وزارة التربية حسب ما أشيع وتم نشره أنه قدمت رابط للتقديم على 50 درجة وظيفية تشمل الرصافة الأولى الثانية الثالثة، الكرخ الأولى الثانية الثالثة، وبعض المحافظات الناصرية، ذي قار، صلاح الدين، كربلاء، أعتقد النجف الأشرف، عدد من المحافظات. اللي صار شنو؟ اللي صار أنه هذا الرابط اللي يستوعب 50,000 فقط، يعني اللي لازم يقدمون 50,000 مرة في آن واحد دخلوا له 250,000. زين، عدد اللي قدموا 150,000 ما أعرف إيش قد. فصارت أكو ضجة كبيرة، البعض يقول إنه أكو خلل بهذا الرابط ما جاي نقدر نسجل البعض، فصارت هواي مواضيع. إحنا شو نقول؟ نقول إنه الخطوة اللي أقدمت عليها وزارة التربية هي خطوة ممتازة بتعيين ولو بعقد، يعني عمي راضين بالعقد، الناس الخريجين راضين بالعقد، اوكي عقد وبعدين ان شاء الله يتثبت على الملاك الدائم. ولكن انه الخمسين درجة الوظيفية هذه وعدد كبير قدموا على هذا الرابط، فلذلك صارت اكو تساؤلات، صارت اكو كثير من المشاكل، كثير من الامور، لدرجة انه احنا هسه راح نستعرض وياكم بعض ما انتشر ب السوشيال ميديا وفي الفيسبوك، مثلا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية نشروا انه هذا الرابط ويشمل الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الثالثة، الرصافة ايضا اولى ثانية ثالثة، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف، كذلك المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين ونينوى. اللي صار انه بعد ما قدموا على هذا الرابط صارت اكو يعني آلاف مؤلفة أنه تقدم. طبعا إحنا حتى نتواصل أكثر ونوضح هذا الموضوع راح ينضم لنا السيد كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية. حياك الله يا زميلنا الإعلامي كريم السيد. حياكم الله، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. أستاذ كريم، بالبداية أريد نعرف من خلال حضرتك أنه إشقد وصلوا عدد المتقدمين على هذا الرابط حسب ما انتشر انه انتم تردون فقط 50,000 درجه وظيفيه، البعض قال وصلت 250، ايش قد وصل العدد لحد الان؟ شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا منذ افتتاح او منذ اطلاق الرابط الخاص بتعيينات ال 50,000 درجه التي اعلنت عنها وزاره التربيه وفقا للاحتياجات والاشتراطات الوارده في الموازنه الاتحاديه، لغاية البارحة بلغ عدد المتقدمين يعني بحدود 250,000 متقدم، وهو 250,000 متقدم حتى هذه اللحظة من مختلف الاختصاصات، مختلف المحافظات، رقم كبير جدا لا يوازي بصراحة يعني أو لا على الأقل يقارب الاحتياج أو العدد المحدد. لكن مع هذا وزارة التربية لديها ضوابط خاصة ولديها اشتراطات لهذه العقود. هذه العقود طبعا مثل ما تعرف حضرتك انها اصلا وجدت في الموازنه 20,000 لمجموعه من المحافظات اللي هي مديريات العامه لبغداد، شتاكه ونينوى وذي قار، اضافه الى 30,000 درجه بواقع 6,000 محافظات اخرى مثل كربلاء والنجف والمثنى وميسان وصلاح الدين. هذه المحافظات التي تعاني من بعض الشواغر في الاختصاصات خصوصا الاختصاصات العلميه، وذلك البارحة كان هناك بيان للوزارة بهذه التوضيحات. حجم الضغط كبير جدا على الرابط الإلكتروني، يعني احنا سجلنا دخول 150,000 في أول دقيقة من إطلاق الرابط مباشرة دخلوا، وذلك اشتكى البعض أنه الرابط
ما يفتح او الرابط فيه بعض المشكلات بسبب الزخم اللي صار. هذا طبعا نعم بسبب الزخم اللي صار من عدد المتقدمين على الرابط، فالرابط قام ما يفتح، صارت اكو مشاكل، وبسبب العدد الهائل. هو طبعا اكيد بسبب العدد الهائل وكذلك الدخول في وقت واحد. احنا طبعا المده اللي خصصت في التقنين هي 10 ايام. لدينا تنسيق مع الامانه العامه لمجلس الوزراء، المتخصصين والفنيين بالامانه مشكورين يعني يتعاونون مع الوزاره، و مستوى الساعات رفع خلال طبعا اليوم الماضي. يعني احنا رفعنا مستوى الساعات حتى نستوعب اكبر عدد من المتقدمين ونقلل من حالات الضغط على الرابط وعلى الموقع بشكل عام. الوزاره طبعا تعمل بان تكون هذه فرصه اخرى لخريجينا من ابنائنا التربويين وغير التربويين كذلك ضمن العقود التي اقرت الموازنه. استاذ كريم، زين ليش ما يعني مثلا من البدايه رابط خاص بالكرخ، رابط خاص بالرصافة، ورابط لبقية المحافظات حتى ما يصير زخم، حتى ما يصير لود؟ يعني ما فكرتوا بهذا الموضوع؟ هو أساسا كل محافظة لها رابطها الخاص. يعني هذا الرابط اللي احنا نشرناه هو رابط عمومي، لكن انت بداخل هذا الرابط هناك لكل محافظة هناك أيقونة خاصة تدخل من خلالها، وبالتالي هي منفصلة عن الأخرى. نعم. بالعموم والمجمل عفوا سيدي الكريم، هناك ضغط يعني ضغط كبير جدا على الدرجات الوظيفيه، يعني حتى بالنسبه والتناسب انت يعني تقدر ان تقيس الان اذا ما طبعا وصلنا الى 10 ايام، خصوصا ان هذه الايام يعني احنا قدرنا بها بعض الطلبه الذين يحتاجون الى تأييدات، يحتاجون الى استكمال الاوراق. اكيد اعطيت، لانه تعرف هذه الفتره بدايه الانطلاق نحو الزياره الاربعينيه وتحضيراتها. نعم. ايضا حسبت ايضا مراعاه للطلبه، لذلك يعني ممكن خلال استاذ كريم ممكن خلال العشره ايام القادمه يعني ممكن يزيد العدد يوصل الى نصف مليون، لان اول يومين او اول ثلاث ايام 250 الف، فممكن هذا العدد يزداد اكثر؟ والله يعني المتوقع ان يزداد العدد بشكل اكبر، لان يعني هناك الكثير من الذين خريجين الذين يعني لا زالوا يستكملون اجراءاتهم. زين الاولويه شلون راح تكون استاذ كريم بالقبول؟ الاولويه نعم الاولويه بالنسبه للوزاره او المعايير الخاصه بالقبول طبعا اشتراطا على اساس عدد سنوات التخرج والمعدل. زين. حتى يكون الامر عادلا بين الخريج اللي مضى على تخرجه فتره اطول من الخريج الذي يليه، هذا اولا. ثانيا نعم. هناك طبعا راح تكون نسب لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وكذلك كل الفئات والشرائح الاجتماعية والأقليات، كل الفئات والشرائح الاجتماعية التي لها حقوق أقرت طبعا بموجب القوانين والأنظمة راح تفرض لها. نعم. مساحة أو نسب خاصة. والباقين أستاذ كريم والباقين، أكو رابط السنة الجاية، أكو درجات ممكن تجس العام القادم أو مطلع العام القادم؟ يعني أنت تعرف هذه القضايا خاضعة للتقييم المالي ولتقييم أكيد والاشتراط البرلماني وكذلك تقديرات الحكومة بشكل عام لمستوى الإنفاق والتوظيف، بالتالي هناك تنسيقات. احنا في وزارة التربية بصراحة كانت حصتنا كبيرة جدا في هذا العام، باعتبار أنه ثبتوا لنا بحدود 350 ألف محاضر كانوا يعانون لسنوات طويلة وينتظرون لحظة التثبيت، تحققت في هذا العام، وأضيف هذا العدد إلى الكوادر التربويه. وزاره التربيه بالنهايه هي واحده من الوزارات المجتمعيه، واحده من الوزارات التي تحتاج الى كوادر بشكل دائم، لذلك يعني لا يوجد تصور واضح اذا ما كنا نحتاج بالسنوات السابقه اللاحقه عفوا او ممكن ان تكتفي الوزاره بهذا العدد. نعم، اخيرا اريد اسالك استاذ كريم، ايش قد راح يكون راتب العقد اللي راح يقدمون على ال 50 درجه وظيفيه، ايش قد راح يكون راتبهم؟ الرواتب طبعا بحسب ما محدد في قانون الموازنه الاتحاديه راح يكون 300,000 دينار شهريا. زين استاذ كريم، انا اسالك يعني هي ال 300,000 تكفي لي الموظف؟ يعني هذا بالنهايه خاضع للمشرع وخاضع لتقديرات الوضع العام للبلاد. انا كما اخبرتك وزاره التربيه بالنهايه هي يعني مؤسسه تنفيذيه، هذه يعني هذه الدرجات الوظيفيه اقرت بموجب قانون الموازنه الاتحاديه وتم التصويت عليها طبعا في مجلس النواب، ويعني وحيلت لنا من وزاره الماليه بعد ان يعني اخذت اشتراطاتها القانونيه ومدد النفاذ الخاصه بها، اذا
كذلك وزارة التربية بصراحة يعني تأمل بأن يضاف لها أعداد جديدة من الخريجين ومن أبنائها التربويين، لأنه لدينا هناك الكثير من الشواغر وغيرها. أما قصة يعني الراتب والمقررات هذه تعرف يعني قصة عمومية لا تخضع للوزارة، يعني الأمر لا يجري تقديره من الوزارة حتى يمكن إبداء الرأي في هذا الموضوع. زين، ايش قد ممكن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم؟ يعني سنة، سنتين، ثلاثة، يعني حسب وجهة نظرك؟ يعني هم شأنهم شأن باقي العقود اللي صار عليهم مثل تسمية 15 وغيرهم، اللي يعني يقر لهم وضع خاص اللي عنده عقد سنتين فأكثر تم تثبيته وهكذا. بالتالي يعني أكيد ستكون هناك رابطة و يعني اشتراطة قانونية لتكييف أوضاعهم القانونية لاحقا. أكيد. أول شيء أنا أشكرك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات اللي أطلقتها عبر قناتنا قناة الأيام الفضائية للشريحة الكبيرة من المتقدمين على الدرجات الوظيفية. شكرا سيد كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حول هذه الإيضاحات المهمة اللي تحدثت بها. طبعا أنا حاولت أنه قدر الإمكان أنه أبين لكم الصورة من الموضوع كله، أنه بعد هي عشرة أيام وينسد الرابط، فأكو متسع من الوقت. أضف لذلك أنه الـ50 ألف راح يتم أنه حسب الأقدم وحسب المعدل الأعلى، يعني اللي متخرج ب 2010 مثلا أو ب 2015 حظوظه مو مثل اللي متخرج ب 2020. وأيضا المعدلات اللي معدله 70-60 مو نفس اللي معدله مثلا 80 أو غيرها من المعدلات. فهذه الإيضاحات. وأيضا الراتب راح يكون راتب 300 ألف، لأنه هو عقد وليس ملاك دائم. فهذه مواضيع بسيطة أنه إحنا نتحدث بها. لذلك نقول إحنا دائما أنه هذه الشريحة ل 300 ألف ما تكفي. طبعا هو في أيضا البيان اللي نشره كريم السيد اللي قبل قليل كان يتحدث، ذكر يعني تقريبا نفس المعلومات اللي ذكرها بالاتصال الهاتفي وأيضا عبر صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك. محمد الكناني يقول عدد المقدمين على 50 ألف درجة بلغ 250 ألف، والموقع فاتحي 150 ألف حاليا. أيضا نفس الكلام. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وكان موضوعنا الأول في هذه الفقرة هو موضوع الدرجات الوظيفية 50 ألف درجة. نتمنى إحنا كل الوزارات، كل يعني دوائر الدولة تقدم على هذه الأفعال، أنه أنت تعين الناس الخريجين حملة الشهادات، وبنفس الوقت تطلع الناس اللي صار لهم فترة كبيرة تحيلهم إلى التقاعد. بالنهاية هاي سنة الحياة، فأنت لازم تسوي هي دورة، يعني كل سنة يطلع واحد تقاعد يتعين واحد جديد وهكذا. ونتمنى احنا الموضوع هذا يعني أكثر والراتب يزيد، ونتمنى لكم مباشرة تصيرون ملاك دائم. كل احنا نتمنى للخريج والمواطن العراقي والشعب العراقي بصورة عامة. هذا كان موضوعنا الأول في هذه الفقرة. موضوعنا الثاني بصراحة يعني أنا من قرأت الموضوع خذت لي صفنة، باوعت، يعني شفت أنه الموضوع صعب يا أخوان. يعني لا، بل الأصعب منه أنه هو صادر من جهة رسمية من وزارة التخطيط، يقول لك 1 مليون طفل عراقي، 1 مليون، لا واحد ولا 10 ولا 100 ولا 1000، 1 مليون طفل عراقي محرومين من الغذاء والصحة والتعليم. 1 مليون طفل عراقي محرومين من الغذاء والصحة والتعليم حسب إحصائية رسمية صدرت من وزارة التخطيط. والله ما أعرف، يعني ما أعرف شنو الكلام اللي ممكن ينحكي، شنو أقدر أعبر، شنو أقدر أقول. الموضوع لا يتكحل، ولا لا 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 تقدر تطالب وتناشد، ولا تقدر كل شيء تسوي. 1 مليون طفل عراقي عاني من التغذية ومن الصحة ومن التعليم. لا هواي بنية نجيل يخدم العراق للمستقبل، لا هواي بنية نجيل قوي
إذا إحنا عندنا مليون طفل يعانون من الصحة والتغذية والتعليم. أساس المجتمعات هو التعليم، وأساس الحياة هو التغذية والصحة. أنت اليوم إذا ما تأكل وما تشرب راح تموت. أنت اليوم إذا أكلك وشربك مو صحي، مو زين، مو كافي، راح يصير عندك مرض، بالتالي أنت صحتك راح تتدهور. أهم شغلات عندك أنت بالمجتمعات الصحة والتعليم والتغذية ما موجودة، يعاني منها مليون طفل عراقي. أتمنى من السيد محمد السوداني، المهندس محمد الشياع السوداني، رئيس الوزراء المحترم، أنه يعي كمية الخطر اللي موجود بهذه الإحصائية. أتمنى من الوزارات المعنية، من وزارة الصحة، من وزارة المعنية، الوزارة المعنية بهذا الموضوع، وزارة التعليم أيضا، أتمنى من كل الوزارات يعني تبهوا للموضوع. مليون طفل ما عنده تعليم، مليون طفل يعاني من الصحة، مليون طفل ما عنده تغذية. اليوم اكو واحد بيكم يقدر يبات بدون عشاء لو بدون غداء؟ اكو واحد لا، مو بس عشاء وغداء، قمنا نتطلب شغلات وامور. انا ما اريد اسوي اعلانات للشغلات الزايده اللي نشتريها وناكلها ونشربها يوميا. ما اريد البراندات والوكالات وجيب لنا فلان، خلي نحلي من فلان، خلي نجيب نشرب عصير من فلانه. ما اريد احكيهن ذني، احكي له على اساسيات. مليون طفل عراقي يعاني من التغذية والصحة والتعليم، نقرأ على العراق السلام خلاص. إذا مليون طفل، وطبعا راح نشوفكم التفاصيل أكثر اللي والله ما أعرف، يعني أنا واحد بألم يقول. طبعا هذا البيان، هذا جزء من البيان، هنا المليون اللي راح تنصدمون به. يقول بداية البيان: أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40% منه. افتعت شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة، تمثل بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، وانعكست سلبا على الأطفال. وأضاف الهنداوي إن مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5% منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع. عادة إن الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل. وأشار إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية خمسية لمكافحة الفقر، سبقتها بإطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي تضمنت محورا خاصا عن الطفولة وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور. مليون طفل يعاني من الصحة والتعليم والغذاء، وخمسة بالمئة من هذا المليون يشتغل ويعمل. مع الأسف والله، مليون طفل 5% منهم يشتغلون والطفل ما يصير يشتغل، ومليون طفل اللي هم نفسهم يعانون من حرمان يعانون الحرمان، نص واضح وصريح في البيان، يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى كل وزارة في وزارات البلد، إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى كل الناس المعنية بهذا الموضوع، من مسؤولين، من نواب، من وزراء، من مدراء عامين، ترضاها طفلك أو ابنك يعاني من هذه الحالات؟ ابنك إذا ما عنده بلاي ستيشن 5، إذا ما عنده دراجة نارية ودراجة هوائية، إذا ما عنده سيارة فاخرة، إذا ما عنده جوازات وسفر وروحة وجية، هاي إذا ما عنده، ترضاه إنه يعاني من الغذاء والصحة والتعليم؟
تصور ابنك ما يعرف الألف من الباء من التاء من الدال من الحاء من الخاء من السين. تصور ابنك ما يعرف يكتب اسمه. تصور ابنك ينام بدون أكل، بدون غداء، بدون عشاء، بدون ريوق. تصور ابنك ينام وهو مريض ويعاني من الألم. أتمنى تتخيل هذا الموضوع. ابحثوا مثل ما سوت الوزارة، وزارة التخطيط، إحصائية وطلعوا منها 40% و5% والمليون. روح شوفوهم وين ذولا ومن شنو يعانون وشنو مناطقهم، وانطوهم أكل وانطوهم مستشفيات وانطوهم مدارس. اليوم احنا ذا نريد نقوم وطن ودولة وبلد عبر نشأ ينشأ بتفاصيل الحياة تتطلبها، مو أي شخص. الحياة، ما هي الحياة تريد منك أنت تتغذى حتى تعيش، تريد منك تكون بصحة جيدة حتى تواصل العمل، تريد منك أنه أنت يعني تعرف تقرأ وتكتب وتدارس حتى تدرس غيرك، حتى تسوي، حتى تخطط، حتى تبني. اليوم يا أخوان احنا مو مجرد ناس نعيش بهذا البلد ونموت، أو بالكرة الأرضية بالكوكب بصورة عامة. اليوم كل واحد بينا المفروض عنده رسالة، كل واحد بينا الله سبحانه وتعالى خلقه وولده على مود غاية معينة. البعض راح يقول لي هاي الملايين والمليارات كلها حول العالم، يقول لك إيه، ممكن واحد من هذول الناس راح يساعد له فقير، هاي خلاص بعد هذا هو. ممكن واحد من الناس راح يكون رئيس ويساعد بلد وشعب كامل. ممكن واحد من الناس من دول المليارات حول العالم راح يخترع فد علاج لمرض مستعصي مثلا. واحد مهندس يخطط له لبناء فد شيء يفيد البشرية. ما هي هاي الأجيال، هاي أساس الحياة. الله سبحانه وتعالى فيد الناس، نعبد رب العالمين. لا صحة لا غذاء ولا تعليم. جوان تقول أين الحكومة واليونيسيف من ذلك؟ باد ثري أعطوا لكل طفل راتب شهري 100 دولار وتنتهي المشكلة مثل باقي الدول. أنت يكفيك مليون تعيشين بالشهر حتى تردين طفل 100 دولار؟ مليون يكفيك تعيشين بالشهر؟ أكل وشرب وراحة وجية وبنزين ومصاريف وكهرباء ونت ومولدة وغيرها، ويكفيك المليون حتى تطالبين 100,000 للطفل؟ طفل ما يريد له حليب، ما يريد له شغلات، ما يريد له أمور. حليب، قطية الحليب وحدة ب16,000 وحدة ب32,000. الله أكبر. أبو باقر يقول عالجوا وضعهم، مو بس ترصدون حالات، هذا واجبكم واجب الحكومة، هي راعي للمواطنين. ديلو باير يقول ألف ألف مبروك، هذا أكبر إنجاز في تاريخ العراق الحديث. خالد يقول السبب سياسة البنك المركزي، زيادة التضخم، أضعاف دخل الأفراد وتجويع الشعب بالدولار. أما أحمد العراقي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مليون عدد هائل، يعني جيل ورا جيل إذا درسوا هؤلاء المليون وتلقوا التعليم يكونون جيل عظيم ويبنون بلدهم، ولكن مع الأسف. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، اللي هو موضوع التعليم والصحة والغذاء اللي يعاني منه مليون طفل عراقي. فهذه رسالة مفتوحة إلى كل السياسيين، مليون طفل. موضوع يمكن بعد. موضوعنا الثالث والأخير في هذه الفقرة، بدت ساعة الصفر، بدت الناس تستعد، بدت المواكب تفتح اللي عندها، بدت المحافظات وبدت الوزارات، وبدت أحلى أيام السنة في العراق، أحلى أيام السنة بالعراق، رغم أنه هي بها حزن، ورغم أنه هي بها فاجعة ومصاب أليم،
ولكن هي أجمل أيام، أيام الزيارة الأربعينية من كل محافظة من محافظات العراق صوب كربلاء المقدسة، حيث العشق، حيث أبا عبد الله الحسين وأخيه أبو الفضل العباس والزيارة الأربعينية. يقول دنيانا ظلام والخدمة ضوء، الما يبكي حرام يطبريته هوى، الما عنده حسين آخرته لوين، تاليها يصير والماكو سوى. هذا هو النهج اللي ممكن المواطن والشعب بصورة عامة انه يحكي به ويمشي به، هو نهج الإمام الحسين اللي ما يعني ماكو كلام يعبر، ولاكو تفاصيل، ولا كل شيء ماكو يعني والله يعني صدق يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني من هالسيف بساعة الصفر الناس اليوم ليلة الخميس على الجمعة، اليوم الناس راح تروح راح تستعد، بل الموضوع اللي والتفاصيل اللي نريد نحكي بيها راح نشوفها لكم، وأيضا نحكي بيها احنا وياكم حتى تشوفون مدى الكلام. يعني انتوا احنا يعني ما اعرفوا انتوا تعبروا عن هذا الموضوع، انتوا علقوا على هذا الموضوع. رابطة فنادق كربلاء على سبيل المثال، مواضيع كثيرة، رابطة فنادق كربلاء تسجل حالة نادرة. شنو هاي الحالة النادرة؟ تحدث للمرة الأولى حيث اكتظت الفنادق بزوار الأربعينية قبل أكثر من 10 أيام على بدء مراسيم الزيارة. يعني شوف شلون، يعني 10 أيام وتبدي مراسيم الزيارة، مراسيم الزيارة هي تأخذ لها 5 أيام 6 أيام أسبوع. يعني من هسه الفنادق خلاص انملت، من هسه الفنادق انملت، وراها راح تنملي البيوت والمنازل، وراها المواكب. يعني من هسه الفنادق، رابطة الفنادق في كربلاء انه خلاص اكتظت الفنادق خلاص من هسه. من اللي رايح هسه؟ اللي رايح هسه الخادم اللي يخدم ابو الموكب، اللي رايح هسه هذا اللي يريد يعيش هاي الاجواء، اللي رايح هسه الناس اللي عندها عمل لوجستي، وكله في سبيل حب الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس. قبل 10 أيام من مراسيم الزيارة اكتظت الفنادق، وعلى مدار هذه الأيام من اليوم من الخميس للجمعة للسبت للأحد راح تبدي الناس تتوافد إلى كربلاء من كل المحافظات، من آخر نقطة رأس البيشة في البصرة. شفنا احنا ونشوف الناس تمشي، تشوف احنا زين الى مين تريد تجيبها، من الكوت، من الناصرية، من الديوانية، من بغداد، من مين تريدها، الناس جاي تروح. ايضا خبر اخر او موضوع اخر، يقول محافظة كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة الأربعين بدءا من يوم 27 من الشهر الجاري ولغاية 7 أيلول. يعني 27، احنا اليوم 24 خميس، يعني 27 يوم أحد، يعني من يوم الأحد لغاية يوم 7/9، يعني من 27/8 الحد 7/9 عطلة رسمية في محافظة كربلاء المقدسة. كذلك الحال في محافظة النجف الأشرف، تعطل الدوام الرسمي بدءا من يوم 27 من الشهر الجاري ولغاية 10 أيلول بمناسبة حلول الزيارة، لأنه تعرفون طريق يا حسين من النجف إلى كربلاء، ويعني طريق المعجزات وطريق الحالات النادرة اللي ما تلقيها بمكان أبد. والدليل أنه إحنا تنتظرونا في فقرة ترند تيوب، أول فيديو هم أيضا راح تشوفوا فيديو عظيم جدا. ولكن خلي نستكمل
تعليقات حول هذا الموضوع. علي يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. أما عادل يقول السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. أما علاء العبودي يقول جدا طبيعية، لا حالة نادرة ولا شيء، هي كل سنة هيك مو جديدة يعني. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، هلا بكل زاير أبا الأحرار. أيضا علي عيسى يقول زيارة الأربعين أصبحت موسمية، يعني تبدأ من واحد محرم إلى نهاية صفر، وخصوصا فترة الأربعين هاي السنة بدت من واحد صفر، أعداد زوار خير من الله وأغلبهم من خارج العراق الآن في المدن المقدسة. آخر تعليق من جعفر يقول اللهم زد وبارك واحفظ خدمة وزوار خدمة وزوار الحسين عليه السلام. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، موضوعنا الأول اللي موضوعنا الأخير في فقرة فيس تو فيس. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب. يستخدم عادة هذا الجهاز في رؤية القمر، الكواكب، النجوم، الكسوف والخسوف، كثير من الأمور يعني يستخدم لهذه الشغلات يعني. بس انت ما راح تتصور في العراق في البصرة هذا الجهاز استخدم لما؟ خلينا نشوف القصة شنو؟ قصة انه هذا ابو الموكب يريد يشيل الموكب ما تحت يروح للزيارة، خلص جت الزوار وهذا من مكان بعيد من الفاو، فقصة انه هو يريد يعزل الموكب حتى يتوجه هو يزور، او ينصب موكب في مكان اخر، او عنده ممكن موكب في كربلاء او في الطرق القريبة، بس يعز علي انه يشيل الموكب ويعزل ويروح، وخاف اكو زاير بعد ما يعني بعد جاي هستوى، خاف اكو مجموعة من الزوار، فاستخدم التلسكوب بمكبرات يعني واسعة المدى حتى يشوف، خاف اكو واحد قبل لا يعزل، قبل لا يلم الموكب، خاف اكو ناس مجموعة جايين يشوفهم ينتظرهم، خاف محتاجين مي، محتاجين نكل، محتاجين شرب. والله ماكو هيك شيء، والله ماكو هيك شيء بالعالم كله. خلاص هذول العراقيين اللي احنا نفتخر اليوم، انا افتخر انه انا عراق، هذول العراقيين هذول هم اصل العراق، الكرم وضيافه بل بحب الحسين وآل البيت كل شيء فداهم، مال، حال، أكل، شرب، كل شيء، كل شيء فدى آل البيت. لذلك يعز عليه يعزل ويشيل الموكب وخافك زاير بعد ما جاي. الله أكبر، شنو من بشر، شنو من ناس، شنو من طيبة، شنو من كرم، كله في حب الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس والزيارة الأربعينية وحب آل البيت. خلي نشوف التعليقات، خلي نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. أيضا نعزي اليوم العالم الإسلامي والعربي ومراجعنا العظام أيضا وصاحب العصر والزمان بذكرى شهادة كريم آل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. طبعا تعرفون هذه الايام هي ايام تبدي بمصائب وفاجعه وعزاء ومواساه، فكل يوم من هذه الايام يكون ذكرى لوفاه امام او صحابي مع الامام، يعني كثير كثير من الايام. قبل ايام ايضا يعني قبل يومين اعتقد 5/0 ذكرى استشهاد السيدة رقية عليه السلام ايضا بنت الامام الحسين، فهذه ايام ايضا بها الكثير من الامور. اول تعليق حول الفيديو يقول البصرة معجزة الكرم. ايضا يقول حيدر بارك الله باعمالكم وجعلتم من خدام سيد الشهداء عليه السلام.
تعليق آخر يقول إيش قد حلو شيء مملوء عنفوان بحب الحسين وإكرام زواره. عبير تقول ما شاء الله موفقين يا رب خدمة الحسين توفيق من الله، مو أحد مو أي أحد يتوفق لها. أما حيدر يقول مأجورين إن شاء الله. هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو الأول في فقرة ترند تيوب. الفيديو الثاني يفضل إنه شوف أسوي وراها نسولف. طبعا يعني بعرف يمكن بانين هاي الدنق، هاي الدنق مال المحطة مال البنزين خانة هاي ممكن من عوادين مال الشخاط، عوادين مال الشخاط مكفين بيها. زين شنو هاي؟ زين المكاين مال البوزر او كطفل بهاي السيارة. طبعا طبعا الحمد لله على سلامة الجميع، ما حد صار بشي لانه السيارة يعني ما جقصتها هاي البنزين خانة ولا بس طخ ابو هسه. بعدين احنا نجي لابو اللور نجي بعدين، مجرد انه لمسها وقعت. والله بناء ما شاء الله ما شاء احييكم. طبعا هاي بنزين خانة بمحافظة النجف الاشرف، هاي بس طخها وقعت خلاص هذا وراحت. عوادين ما الشخاط شنو شنو من شنو بانيها؟ وقعت هاي ما ادري النوب، ما ادري صاب، ما ادري سقيفه، ما ادري حديد. المكاين مال بنزين ايضا وقعت. همزين ما انفجرن، همزين ما صار قدر، ما ادري بخت هذا الطفل القاعد بالسياره. وانت ابو اللوري استاذ عين هي هالقدوتها، انت جاي تريد تفتر يعني شنو؟ يعني انت دا مو سايق شنو؟ هي هالقدوتها يا اخوي. زين هاي مرايه طولها متر، هاي شنو فائدتها؟ تمشط شعرك عليها؟ ما تشوف انه انت راح سيارتك راح تطخ؟ والمقاول، انا اريد المقاول اللي باني هاي البنزين خانه اريد اقول له من قلب صافي ونيه صافيه الله لا يوفقك. خلينا نشوف التعليقات. الله يعلم هاي ماخذها بكم مليار، بكم مليون دولار، الله يعلم. سعيد يقول والله لو اكو قانون هذه البنزين خانه تنسد لان فاشله بتصاميمها. اما جحا يقول هو صح اللوري ضرب السقيفه، بس السالفه مو يم اللوري، يم الشغل السقيفه ال 56. اما تعليق اخر من جي 25 اندرسكول جي يقول مسوينها من عوادين مال موطه. صدق كذب؟ صدق عمي صدق كذب. تعليق من علي يقول لهذا السبب الحديد افضل من الكونكريت في المباني البسيطه. اما باسم يقول تقصير ابو اللوري وطاح بها المسكينه بالسياره البيضاء. اي والله يا اخوي تقصير ابو اللوري زين وطاح بها المسكينه ابو السياره البيضاء. هو هذا التقصير يجيك ما ادري منين ما منين. هذا كان الفيديو الثاني في فقره ترند تيوب. الفيديو اللي بعده يعني طب لهم لعب جوله ما خلى عليهم شيء. شوفوا بنفسكم. طبعا تقول طب لهم اسد، شوفوا هم قاعدين بامان الله. الفيديو من كردستان من احدى الجوبات لبيع المواشي، وشو طب لهم صار الطشار ما لوالي. تقول طاب لهم اسد بيدبي كيسي، يعني مو شيء طبيعي. طبعا هو طاب لهم طب ما شاء الله ما ادري شنو، طاب لهم خطي المساكين راحوا بيه. هذا اللي يشرد منه، هذا اللي يلقى له سياره ويصعد بيها، هذا اللي يطفر ويطلع ما ادري وين. سوى الجوبه هاي مال الغنم اجلكم الله مال هوالي، عاف بيها مين ما كان. طاب لهم فجاه بدون سابق انذار، خطايا المساكين ما يدرون شو يسوون. طبعا المشكله تعليما شايل عوده بعد ايش ما تقول لي. المشكله يعني احنا نتحمد السلامه للبعض، البعض انصاب يعني من هذا الضرب وهذا اللي ندعم مكان هذا، فتحمد لهم السلامه. خلينا نشوف يعني طبعا هذا الفيديو يعني ما اعرف خطايا يعني سوى بيهم
سوى بيهم مشكلة. تقول سارة حتى اللي ما يمشي هذا الموقف يركض، مو يمشي الله يعينهم. أما مزاج كاتب يقول هاي يكون بمكان مفتوح مثل مهرجانات إسبانيا يهد على الناس، الحمد لله على سلامة. بشات ليش تتمنى هالشي؟ يعني أنت ليش تتمنى هالشي يا حبيبي؟ أنت ليش تتمنى يهجم على الناس؟ تقول كون هاي لو كون. طبعا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في مال الله.